هي شعلة نضيئها معا لتنير الطريق، نقتدي بضوئها لنسير معا نحو التغيير من أجل تحقيق هدف مشترك، تكوين قاعدة بحثية في الإدارة العامة لبناء سياسات حكومية على أسس علمية وصناعة القرارات بما يصب في خدمة المواطنين. هدف عالمي سامي لتحقيق تطلعات واعدة في منطقة يجمعها إرث تاريخي مشترك ومصير واحد. من هنا بادرت مملكة البحرين من خلال معهد الإدارة العامة بإنشاء شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة مينا بار لتقود التغيير في صناعة السياسات الحكومية، مرتكزة على دراسات منهجية تطويرية قابلة للامتزاج مع الممارسات المهنية. وبدأ تحقيق الحلم. تكونت نواة شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة خلال اجتماع تمهيدي للمؤتمر الدولي المشترك للمعهد الدولي للعلوم الإدارية IIAS والجمعية الدولية لمدارس ومعاهد الإدارة IAsia المنعقد في مملكة البحرين، وجاء 1 يونيو 2013 ليعلن الانطلاق. وعلى طريق الإتقان تم مواصلة العمل ليل نهار لتشكيل ملامح مينا بار بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي UNDP حتى تم الإعلان رسمياً عن إنشاء الشبكة في إبريل 2014 خلال مؤتمر مينا بار الأول المنعقد في البحرين، وتم يومها تشكيل المجلس التأسيسي وتزكية البحرين لرئاستها واختيارها مقراً دائماً للشبكة. شراكات كانت هي لبنات البداية تكثفت فيها الدول العربية لتعمل على تحقيق الحلم، فكان للدعم الدولي من شركاء الشبكة الأثر الكبير في مواصلة الحلم. مينا بار التي ستحدث التغيير، الشبكة البحثية الأولى انطلقت من البحرين فشملت في تكوينها الوطن العربي لتبرهن للعالم أن بحوث الإدارة العامة ستحدث التغيير حتماً.